أبو هشيمة ودع الحديد ويشتغل في الخضر والفاكهة، عمل أكبر مجمع وحط فيه أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم بعد ما باع شركته بأكثر من 2.5 مليار جنيه. أبو هشيمة ملك الحديد، دخل بتقله في بزنس جديد وكله مش مصدق اللي بيعمله، فخليكم معانا عشان تعرفوا التفاصيل كلها. من زمان وابو هشيمة معروف انه ملك الحديد في مصر ورقم واحد في المجال، علشان كده لازم تلاقي ليه بصمه في اهم مشاريع البلد. بس واضح كده ان ابو هشيمة بيفكر يغير نشاطه او يجرب بزنس جديد، وفعلا من سنه او اكتر فكر انه يشتغل في الخضار والفاكهه. وطبعا واحد زي ابو هشيمة لما يدخل بتقله في المجال ده هيبقى داخل على حاجه مختلفه، وعلشان كده في ديسمبر 23 اعلن ابو هشيمة انشاء اكبر مجمع لصناعات الاغذيه الزراعيه في الشرق الاوسط باجمالي استثمارات 300 مليون دولار وبالشراكه مع مستثمر اجنبي. أبو هشيمة أعلن كل تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال، وقال إن المجمع مملوك لشركة MAFI المتخصصة لتصنيع الحاصلات الزراعية، وعلى مساحة 154 ألف متر بمنطقة المطورين في مدينة أندستريا السادات المملوكة لشركة السويدي للتنمية الصناعية. حسب اليوم السابع، المجمع فيه 5 مصانع، وأولهم مصنعين من أكبر المصانع في مجال تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة لاستخلاص زيوت الموالح. وكمان المجمع بيضم أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد فريز دراي لمنتجات الفواكه والخضار، وكمان بيضم مصنع لتجميد الفواكه والخضار. كمان المجمع بينتج أكتر من 100 ألف طن منتجات زراعية غذائية سنوياً في المرحلة الأولى، وبيستخدم أحسن تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، كل ده بالشراكة مع الشركات العالمية اللي بيشتغلوا في نفس المجال. مش بس كده، المجمع كمان بيوفر أكتر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبيستهدف تصدير 80% من إنتاجه للخارج بهدف دعم الاقتصاد المصري عشان يحقق التوازن بين الواردات والصادرات، خصوصاً إن المكون الدولاري في المجمع عبارة عن تمويل واستثمار أجنبي مباشر. فعلاً ده صرح كبير العالم كله هيحكي عنه مش مصر بس، وده طبيعي جداً بالنسبه لرجل اعمال كبير زي ابو هشيمة اللي عمل اول مصنع للحديد صديق للبيئه، واللي دايما بيحب التحدي وبيستثمر كل جنيه معاه من غير ما يخاف، وده سر نجاحه لحد دلوقتي. زمانك بتسال دلوقتي وتقول يا ترى ابو هشيمة معاه فلوس قد ايه عشان يعمل كل المشاريع دي. الحقيقه ان في كلام كتير ان ثروه ابو هشيمة وصلت للمليارات، لكن الرقم تحديدا اللي وصلت ليه حجم ثروته مفيش كلام مؤكد عنه. والسبب في ده هو ان ابو هشيمة نفسه لما بيتسال عن حجم ثروته بيرفض يقول، ورده واحد: الاغنياء بس هم اللي بيتكلموا عن ثروتهم لكن انا غلبان. وده حسب تصريحاته الموقع العربي. بس خليني افكرك واقولك ان قبل ما ابو هشيمة يعلن عن المجمع بتاعه بسنه واحده باع حصته في شركه حديد المصريين لرجل الاعمال احمد عز في صفقه بقيمه 2.5 مليار جنيه، وده حسب موقع مصراوي. ابو هشيمة فضل لفتره طويله من اكبر الاسماء في بزنس الحديد. ودلوقتي قولنا بقى، هل شايف ان ابو هشيمة هينجح في مجال الخضار والفاكهه زي الحديد؟